بكره بالنسبه للعيبه النادي الاهلي مش هيبقى يوم سهل. ليه؟ لانه كله بكره على الميزان باوامر من بيتسو موسيماني. اخدت يا باشا اجازه 3 ايام على العين والراس، ريحت اتبسطت تعال بقى على الميزان يا فاش تهريج، خد بالك يعني. وموسيماني ما بيهزرش في موضوع الميزان ولا الحفاظ على اللياقه. واقول لك على حاجه كمان، لو انت ملاحظ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب يعني، انه النادي الاهلي في مساله الاحمال وتخطيط الحمل التدريبي انت شايف، يمكن الناس مش واخده يعني مش فرد قوي للموضوع ده حقه، الاهلي من اكتر الفرق اللي واقفه على رجليها بدنيا رغم كل المشاركات المتتاليه للاعبيها. هم قادرين يقفوا على رجليهم بدنيا كويس قوي، وبيتصاب منهم لعيبه كتير وبيرجعوا بسرعه وبيخشوا جوه التيم وبيأدوا بشكل كويس. ده هيدي لك المؤشر اللي انا بقوله لك، انه المنظومه من جوه، والناس برضو فاهمه اللي انا بقوله ده، يعني المشاهد دلوقتي العادي خلاص بقى برنس يعني. ايوه انت قاعد قدامنا برنس، ليه؟ لان انت مش زي الاول لما اجي اقول لك جهاز طبي والجهاز اللي له علاقه بالتاهيل والاعداد والتجهيز، فانت بقيت فاهم دلوقتي قد ايه ان الناس دي لو من غيرها لو بدونها مش هيحصل تشوف لعيب بيتاهل بسرعه، مش هيحصل تشوف لعيب بيرجع بسرعه. لو انت ما بنتكلمش على التغذيه وعلى قد ايه انه اللعيب لازم يبقى له نظام تغذيه مرتب ومعين، ولو هو ما عندهمش استشاري تغذيه مميز وشاطر هتلاقي الفرقه دي بتبقلص وتلاقي الامور مش ماشيه كويس، لانه خلاص بتوصل لانه ده علم خلاص الموضوع كده. فطالما انت فاهم القصه دي فانا بكلمك على نفس الفكره، ان النادي الاهلي المنظومه بتاعته في الحته دي ناجحه جدا جدا، وهي اللي موصلاه انه بيتسو موسيماني بيسلم لهم الامور كلها، يودي للجهاز الطبي والتاهيل وللتغذيه ويتعامل مع المنظومه بالكامل. عشان كده بقول لك انه فكره الميزان دي ما هياش بسيطه بالنسبه لموسيماني، هي اللي بتحدد اللعيبه المركزه، اللعيبه اللي محافظه على نفسها، اللعيبه اللي مذاكره مجهودها ومذاكره نفسها بشكل كويس عشان تحافظ على تواجدها في النادي الاهلي.